تحية لكم جميعا. المهم راه غادي نستمروا في التقديم ديالنا السكتانة فيما يخص كلها الجغرافيا ديالها، التاريخ ديالها، يعني الدمج ما بين التاريخ والجغرافيا والعلم والسياسة وكل شيء. فهاد الشيء هذا يعني شفنا فيها واحد المقاربة درناها ما بين الأعمال ديال المختار السوسي والأعمال ديال المستطلعين اللي وصلوا لهذوك النواحي، كاين من جهة الفيجة عند بن تبية في 1905، وفي تليوين في زغموزن، وفي أساسا غيل نغو، وتليوين في 1924. هاد جوج لقطات اللي كان عند المستشرقين، ولكن المختار السوسي عاود هاد الشهادة في 1943 من اللي جا السكتانة تخليها طبعا من الفيجة، واللي بدا أساسا بالدار ديال بن تبية باعتباره أنه هو هذاك الشيخ اللي هو كان أسس هذيك القصابة ديال تليوين. ولكن يعني تيقول لي هكذا يا ان القلاوي ما جاش الا بطلب ديال بن تبية، على اساس انه محمد عبد الله يعني في الصراع ديالو انه هو اللي سيطر على القائد ديال السكتانة، وكاينه حركة في الزاوية ديال بني وساد كيما شفنا هذا، واللي اضطر من طبيعة الحال هي حركة تاريخية عندها مع في الحركة ديال السعديين وديال الوطاسيين والصراع بيناتهم. يعني كل التاريخ كيسبق واحد التاريخ ديال الموحدين، التاريخ ديال الموحدين اللي هو شامل، اللي هو مؤسس هو تأسس من طبيعة الحال في الأطلس الصغير اللي كان نتكلموا عليه، اللي هو أرغان، واللي هو الامتدادات ديال سيروا من طبيعة الحال، وسيروا اللي هي واحد سلسلة يعني خاصة ما بين الأطلس الصغير والأطلس الكبير، واللي هي كنسميها أنا أبو الكنوز، لأن إذا كانت الفلاحة اللي عطاها الماء وعطاتها النباتات أساسا الزعفران وكذا الغطاء النباتي من طبيعة الحال كله، وخاصة الجهد سوس بالغابات ديالها، الغابات ديال طازيوكت اللي هي كبيرة في وزيوا، ومسيدادات ديالها حتى لتليوين إلى آخره. كاين كذلك زكندر أبو الكنوز اللي هو كيقول المختار السوسي كيراه تمشي إلا مشيتي للمختار السوسي، وكيعطيك هذا الجانب ديال كذلك الفضة والدور اللي كتلعب من طبيعة الحال في المال، في النقد، وأن الموحدين راه سبق لهم أنه كذلك استغلوا الزكندر، وكان في حركة عمالية كبيرة وكيسميها عبد الواحد المراكشي، أنها تما كان حركة كبيرة ديال العمال وسماها كاع مدينة الزكندر. إذا هنا يعني واحد المجال أنه لا نزلنا للواحة ديال زرموز اللي كتبدا في سيروا، أهم سيروا هو اللي كتبدا من جهة آش، يعني كتبدا من جهة واحد البلاصة اللي كانت فيها واحد حركة، يعني فيها واحد معركة ما بين
المقاومة ديال الاستعمار والقلاوي، وما بين الحركات ديال القلاوي والاستعمار اللي هي راه مشهورة في تنفات، وراه من تنفات راه غايبان لك يعني سيروها، وراه هو شامخ وكذا، وراه من تما سيروها راه كاينه، الى فيه المدن وفيه الزفران وفيه الغطاء النباتي اللي عطاه الى اخره، راه فيه كذلك واحد الفرش مائيه هائله، واحد حوض مائي هائل اللي كيمتد من تما حتى على شقين، واحد الشق اللي كيجي من تسريلت، والشق الاخر اللي كيمشي مع الواحه ديال واد زاكموز نتالي وينو، اللي كيتلاقاهم بطبيعه الحال كذلك في هذا مع فيتسمك في الدوتوريت، يعني الدوتوريت قصبت تليوين والواحتين وإلى ذلك الخيرات كلها، هي هذه أنها استفزت للشيوخ ديال بنت بيال اللي كيقولها لهم مختار السوسي أنهم راها هما اللي حيدهم من المشيخة، ما بين تجوزلت وتحقت تجوزلت ديال بنت بيا وتحقت السكتانية اللي كيسميها هكايا ديال اللي كيقودها محمد عبد الله لدبوب كرو، كذلك من اللي كنقولوا حركة ديال الشيوخ كان حركة كذلك علمية وسياسية في الزوايا، خاصة سياسيا زاوية بن وساعد نون يعقوبيين، يعني هما كان حركة علمية اللي أعطوها أهمية كبيرة وانتشروا في سوس وكذلك في بعض المناطق ديال المغرب، وهذا في علاقتها كما قلنا في علاقتها بتمكروت وعلاقتها بالفيجة والساحل، وهذا اذا كل هذا الطرق التجاريه اللي كاينه، وكاينه سوق كبيره هي ديال فهذا في سكتانه، وكذلك امتدادات ديالها في المواسم اللي كتكون عند بن وسان ولا عند بن يعقوب ولا هذا، اللي هي عباره عن اسواق تجاريه وفيها كذلك السياسه وفيها الاقتصاد تجاره كذا كذا الى اخره. إذا كل هذا يعني كيحكم أنه كيجيو رقرقة كيجيو حاحة كيجيو يعني كذلك جزولة وكيجيو من المناطق ككل، بس يستوطنوا بعض الفقهاء من طبيعة الحال، سواء كما شفنا في وزيوة كما شفنا في الواحة ديال الافرا، وكما شفنا كذلك في الواحه او المجاري او العيون او عيون ديال هذا ديال السكتانه اللي اساسها هو العين ديال سلو اللي جرها القلاوي المنطقة ديالو، هادشي اللي بغينا نوصلو ليه، المنطقة البلاصة اللي فيها اللي تأسس فيها مركز ديال تليوين وديال سكتانة اللي كيتسمى قصبة تليوين، واللي أسسو فعليا وماديا هذا وعسكريا وسياسيا وعلميا وكل شيء هو الشهيد محمد وعبد الله ندبو بكر. وهكا كل شيء راه هذا التاريخ هذا المستشرقين ما كيقولوش كيشيروا لي في الكتابات ديالهم هنا واللي هي مشاو في بدايات القرن التاسع عشر وفي القرن التاسع عشر، ولكن غير من جهة زناقة الفيجة أو من جهة سيروا الفوق الطبقال اللي كيدخلوا ليه من هذا من
من أقوي من الصور، وهنا ملي تنقولوا عاود الصور يعني هذيك الصور كتمشي تجي للسيروه وتمشي للطبقال كتدخل من جهة قلاوه، يعني المنطقة ديال قلاوه الجي في الأطلس الكبير. والصور فيه واحد الملاح كبير كتجي يعني انه واحد الملاح كبير اللي هو عنده علاقه بالاطلس الكبير وعنده علاقه قابل اللي من اللي تنقول الملاح راه فيه كل شيء، يعني واحد مركز راه فيه كل شيء، مركز ديال واحد الجاليه او واحد اليهود يعني بالمغاربة اللي هما عندهم عاود واحد ثقافة أخرى، واحد ثقافة اللي عندها علاقة ثقافة غربية وإلى آخره. وكنمشي وكنلقاو عاود في واحد البلاصة اللي هي كذلك ديال بلاصة اللي هي أساسية ديال في واحد زقموز ما بين تليوين وما بين المنابع ديال سيروا وديال الواد ديال زقموز. كتلقى هذا كتلقى لا 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 الملاح ديال هذا ديال ديال اللي كيتسمى انه واحد مركز اللي هو كبير ومعروف و أساسي اللي هو قريب القصبة ديال تليوين بعد عليها من طبيعة الحال، ولكن غير له ما بينه وبين القصبة راه 5 حتى 6 كيلومتر. هادشي اللي كاين، وهتما كاين مركز أساسي كبير ديال اليهود، وغتمشي حتى الملتقى ديال واد ديال يتسم واد ديال زاكموز فين يتلقاو في اساكوي. غتلقى اغني ورا غتلقى تبنا قائد اخر اللي تابع القلاوي، وغتلقى تبنا واحد ملاح كبير عاوتاني. اذا فين ما كاين القادة اللي هما كي وكتمشي لطاطا كذلك راه كتلقاه، وفين ما مشيتي راه كاين هما يعني كاين هذا الجانب اللي هو قلنا علمي سياسي وكذلك اقتصادي وكذلك هويتي أمازيغي عربي يهودي. ولكن اليهود هما دائما كيحافظوا بواحد الهوية ديالهم الخاصة. علاش واش حنا يعني كنعزلوهم الان باش نتكلموا عليهم، ولكن التاريخ هو اللي دار هذاك الشيء، وهما فعلوا في هذا الشيء هذا كيعزلوا رؤوسهم من طبيعه الحال لان ثقافتهم في الصبغه ديالها يعني ما غاديش ندخلوا حنا واش هما في الاصل ديالهم واش الامازيغ واش عربي واش هما يهود واش هذا واش كذا داك الشيء الاخر. لا كان حنا داك الشيء اللي فرض لنا التاريخ والصراع انهم هما كيتعطوا للمهن وكيتعطوا للتجاره، ولكن ثقافتهم كيخليوها. وملي جات فرنسا باش دعم هذيك الثقافه باش عطيها، راه عرفنا انها شعطتها من بعد ديال المدارس اليهوديه في جميع في المدن وفي كذا وهذا الى اخره، وغتجي حتى لتارودان راه فيها ملاح كبير مازال قائم هكايا، ومازال المقبره ديالهم قائمه في وسط تارودان الى اخره، وكذلك اولوز وبزاف المناطق. يعني علاش فرضنا هذا؟ قلنا انه كاين المستشرقين، كاين اساس هما اغلبيه ديالهم راه عندهم هويه يهوديه، كيدخلوا بسميه الجزائر بسميه الجزائريان بسميه فرنسيين، ولكن هما عندهم ديك الهويه اليهوديه حافظوا عليها، واساسا ماشي غاد حافظوا عليها كثقافه او ولكن فيها السياسي والعمق السياسي اللي هو اقتصادي واللي هو كيحافظوا بهذا الاقتصاد ديالهم، واساسا اللي مبني على المهن على الاراضي اللي كيملكوا خاصه اللي كيملكوها في المدن الكبرى. هادشي اللي الا قلنا هنا في سوس ولا في دارة في جميع المناطق ديال المغرب، واللي
استغلت فرنسا هذا الجانب باش تدخل انه الى دوك المستشرقين ولا دوك المستطلعين، كي تلقى دائما راه الصور لا تبينوا لك الصور افتكرت كذلك في واحد الملاح كبير، وكذلك في دمنات كذا، اذا كله على هذا انهم كيبينوا لك دائما يبينوا هالملاح هكذا، تيقول لك راه كاينه واحد الثقافه اخرى. الا انتم امازيغ هذو عرب كذا، الزاويه الاسلام العربيه كذا، هكايا راه كاينه اليهوديه. احنا لازم علاش طرحنا هذه المساله هذه، ماشي حنا خلقناها، هي كاينه وراه كنشوفوها اليوم، كنشوفوا راه جاو وجاو حاملين جا يعني الاحفاد ديالهم راه دابا حاملين هذوك الاسفاد ديالهم، وكيجيو طلعوا للجبال خاصه في 2023 طلعوا للجبال وطلعوا كيقلبوا على هذا ديالهم، وعندهم الاوراق الوثائقها فين كان هذا، اش يقولوا هنا هذا الملاح ديالنا، وكيديروا كذلك في الاعلام وكذا الى اخره، وكيبينوا هذاك الصفات ديالهم الى انه هنا راه كذا فيه الملاح راه كذا، ولكن هنا راه الاراضي مشات، كان اللي مش تدخل حتى المحاكم انه كيحاكم الناس اللي لقاهم، ما يعني ان تيقول هما ما مطبقش عليهم القانون اللي هو ديال المغرب، اللي هو تيقول ان 40 عام ما انت مهاجر 40 عام ما سولتيش على الامن هاك ديالك راه مشاو، لا كنشوفوا انه كان ضجع على هذا الشيء هذا الى اخره، ولكن اللي هو اختار انه المهن ديالهم اللي هي استغلال ديال المعادن الثمينة اللي هي الذهب والفضة، اللي كل شيء عارفين الأماكن ديالها وراهم مسجلين، كل شيء الأماكن ديالها راهم مسجلين عند المستشرقين واللي كذا كذا. طبعا هذوك المستشرقين هما علماء كما كنقولوا، ولكن كاين واحد الجانب آخر اللي كيعاونهم وكيساعدهم على الجغرافية المعدنية اللي كاينة لا في سيروا ولا في فرغن ولا في الفيجر لا في اقا وهذا والمناطق اخرى ولا جبال الاطلس الكبير، وراه كاين هاد الشيء هذا وراه تستمر دابا هاد علاش قلنا هاد الشيء هذا. لا يقول لك راه هذا البوادير اللي في الفلاحه، لا 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 راه ماشي غير الفلاحه، فيها الفلاحه والصناعه والتجاره والعلم والسياسه والاحزاب حزبين تعقد تقوزلت والمعارك والحروب وحمل سلاح وكذا، اللي عطى واحد يعني هي عاد معارك اللي هي على اساسا الموارد الطبيعيه وعلى اساسها الذهب والفضه وتتلي دابا الكوبالت الى اخره. علاش قلنا هذا التقديم هذا اللي بغينا نعطيكم باش تعرفوا انه ما حنا ماشي كنتكلموا على الاشخاص، يعني هما اشخاص في الهواء او لا كما كيقولوا كيتقال في الاكاديميات ديال التاريخ ديال الاعلام وكذا، ورغ الاعلام قال ويقول وجمل هنا وهذاك وكذا وفلان 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 فلان راه اللي صنعوا هو الواقع، وهذا الواقع هو كينبني اساسا اقتصاديا سياسيا ثقافيا، والصراع الكبير ديالو الحزبي اللي كيوصل للمعارك يعني الحربي، وراه كتشوفوه فين وصل دابا في غزه، فين وصل في السودان، فين وصل في مالي كذا. حنا ماشي كنفعلوا هذا الشيء هذا ولا واحد لا كنخوفوا بها، لا حنا ما كيخوفناش التاريخ، ملي دخلنا للتاريخ قلنا انه خصنا نحطوه فوق الطبلة وخصنا يتحط باش نفهموه باش نعرفوه باش حتى الا غيكونوا نتلافاو بعدا هالاخطاء ديال السابقه، انه تقول لك لا واه دار لك لا واه دار هذا دار محمد عبد الله دار لي هكا واش دار هذا واش دار هذا القضي وجا هذا القضي وجا هذوك القضاة ولا هذاك الشيء كله. كيما قلنا لكم راه في تاليوين في القلعه ديال تاليوين هي واحد القلب نابض، علاش؟ لانه جا في واحد البلاصه اللي هي كتعطيك السهل ديال كتحيلك على السهل ديال سوس، واللي كتعيرك عاود على واحد الخيرات اللي هي كبيره اراضي وكذا،
واللي كنقولوا انا كل شيء هذا العنف اللي كان لا بين القبائل ولا بين هذا القلاوي كقبيله ديالو اللي جا كيأسس القبيله ديالو باش انه يدير فيها مكانه في سكتانه ما كاين ليش هادشي هذا راه غادي نشوفوا الى نرجعوا للتاريخ انه نفرتكوه ونشوفوه هذا القلاوي شحال دا فيه وشنو فيه وشكون وباش وكيفاش وشنو او كان ماشي فرنسا او كان ماشي المعاونين ديالو الخونة كذا اللي هو كيستعملهم بطبيعة الحال في عمق هاد المجتمعات اللي كنقولو فيها اليهود فيها المسلمين فيها العرب فيها الامازيغ فيها كل شيء. حنا ما كنستنيوش ماشي على الهوية كتعطينا واحد الصفة يعني ديال الشخص اللي هي مناضل او ماشي مناضل او شي واحد كيقول ادارسة شي واحد كيقول هادي شي واحد كيقول درقاويين شي كيقول لي يعقوبيين شي كيقول لي وسعدنيين شي لا 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 ماشي هذاك الشيء اللي كيعطيه الانسان المناضل او المقاوم او الوطني او لا 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 اللي كيعطيه هو انه واحد كيتفرز وكيتفرز المناضل من داخل هاد الخونة ومن داخل المجتمع اللي هو. ولكن كل شيء انتماء كنمشيو لهاد الانتماء النضالي ديال المقاومة اللي ديال سكتنا فيها واحد الصفة ديال المقاومة ديال الاستعمار ديال القلاوي ديال هذا. وهكايا بغينا نتفهموه ونفهموا اشنو كنديروا حتى يعني راه كنديروا عمل راه واخا كنقولوا هكايا بهذه الدارجه نقدر نقولوا حتى بالامازيغيه كما كيتقال بالعبريه كما كيتقال بالشينويه كما كيتقال باليابانيه كما كيتقال بالانجليزيه راه ماشي ما عندنا ما كايناش شي حاجه سميتها تفوق ديال اللغه على لا لا نديروا بالاشارات نديروا بهذا نديروا كذا الدرب بالحجر التكنولوجيا بالحجر حتى الذكاء الاصطناعي راه ماشي باللغه باش الدار من الواقع. وراه واحد الشجره حتى هي ما نسيناها بزاف وهي كبيره واساسيه هي اريان. ها تكلموا عليها المسرقين كما تكلم عليها لا 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 المختار السوسي وعطاها مكانتها هي اريان. والزيتون راه هما هادو كذلك راه فيهم واحد الصناعه اللي هي كبيره وفيها حتى صناعه اللغه وفين خرجت الامازيغيه الا في هاد اركان هذا الى اخره في هاد الشكل ديالو كل شيء اللي نوصلوا لهاد المسائل هذا بغينا نحدوه. انا في واحد الرقعه اللي كنعطيو فيها الضوء لكل شيء الاطلس الصغير والصحراء والاطلس الكبير والاطلس الكبير كما قلنا الشرقي الاوسط والغربي و التأثير ديالو في مراكش وفاس الأطلس المتوسط والريف إلى الثورتين ديال الشمال وديال الجنوب وكل شيء. هذا الصراع هذا ديال الاستعمار وراه مستمر ما نقولوش حنا لا الاستقرار ما كاينش في الدنيا الاستقرار اللي تيكون في القبر بنادم كيستقر في القبر وحتى القبر راه ديما كيتكلم كما كنتكلموا على القلاوي مات شحال هادي وكنتكلموا على بنت ابيا مات شحال هادي كنتكلموا على الشهيد محمد عبد الله وحتى الاموات راه كيتكلموا كيجعلونا نتكلموا ضروري اساسي. اذا الاستقرار ما كاينش الدنيا ولا في الكون كاع في القانون الكوني كاين الحركه هي اللي كاينه راه الحركه الا كانت كنتكلموا على الحركه السياسيه الحركه العلميه الحركه الاقتصاديه الحركه الثقافيه الحركه اللي كاينه ما يمكنش شي واحد يجي يبقى يعطينا الاعلام اش كيقول هنا ايوا الاعلام شوف الاعلام اش كيقول ولكن راه كاينه واحد الحركه اللي هي كبيره داخل فيها الاعلام وما لا يشكل فيها الا واحد زغبه في الراس ديال الحركة اللي كاينة ديال الإنسان. وهكايا حنا كنتكلمو علميا ماديا في النقد العلمي المادي التاريخي اللي يعني كتبنا عليه وقرينا عليه ومارسو المختار السوسي وكيمارسو هادوك المشرقين وكيمارسو هذا وكتمارس ضد من طبيعة العالم ماشي ضد ولكن من داخل الحركة اللي كاينة في الاقتصاد في الرأسمالية في هذا وراه كتعرفوا الحروب اللي كيعطيها هو هذه الحركة اللي ما يمكنش فيها له إلا كاين الاستقرار إذا غنموتو ولا غيموت كل شيء ولا غيتجمد كل شيء ولا صافي الدنيا مشات. والسلام عليكم.